آخر التحضيرات، تحضيرات الفرع لانطلاق تجمع صنعاء. ان شاء الله جاهزين لانطلاق الدوري غدا بمباراه افتتاحيه بين فريق العروبه والسمعون الشارع محافظه حضرموت، وكل الترتيبات جاهزه ان شاء الله لانطلاق الدوري. ما الذي حدث كي تقتنع أندية الأمانة بالمشاركة؟ قيل أنه حدث انفراج بعد اجتماع حضرته أنت تقريبا، وعلى ضوء هذا الاجتماع ذهبت الأندية صنعاء لسيئون. الحمد لله رب العالمين، الجميع حكم العدل ومنطق، ليس في صالح الأندية المقاطعة وتوسع الخلافات، والحمد لله تم تقريب وجهات النظر بين الأندية أمانة العاصمة واتحاد كرة القدم، والجميع إن شاء الله سيشارك ونتمنى النجاح. ما هي نقاط الخلاف اللي حلت؟ يعني المشاهد أو المستمع أو يقرأ هذه العناوين، لكن تفاصيل هذه العناوين يجب أن أعرفها. الشارع الرياضي فين كان أوجه الخلاف، وما الذي تم في تقريب وجهات النظر؟ يعني حديث يطول شرحه ويحتاج حلقة كبيرة، لذلك قلت لك في الأخير الحمد لله أن احنا وصلنا إلى الهدف ومشاركة الأندية، وهذا ما سعينا إليه. قراءتك للمشهد، مشهد الدوري فنيا، وأنت لك آراء مختلفة في بعض الأحيان، قراءتك للمشهد؟ أنا وزميلي نبيل مصلح يعني كنا نقول لو الدوري يعني تلعب فيه من مباراة لمباراتين حتى يعني يطول شوية الدوري، لأنه الناس لسه بادئين، وإحنا بننهي الدوري سريعا وبيكون الجدول الفني ضئيلة. أكيد المتفق معك، لكن يا عزيزي كما تعلم افترض احنا كنا نتمنى اولا دوري ذهب واياب، او يكون دوري حتى مجموعتين وتجمع افضل من ما هو الان يقام، لكن في الاخير بحسب الامكانيات المتاحه للاتحاد اذا اقول الدوري كما طلب، في الاخير هنا فقط تغذيه وسكن ومواصلات بس الان في رعايه، قيل انه في رعايه للدوري. بينما يا عزيزي لم تصرف الوزارتين للاسف الشديد اي مبلغ، فنعني نقول اذا اردنا ان قال تضاع امر ما استطاع، متى ما قامت الوزاره بواجبها وصرفت الداعي وفي برنامج واضح، اعتقد الاتحاد ملزم بتنفيذ برنامجه وسنكون كلنا ضده، لكن في الاخير الكل بيتخلوا عن مسؤولياتهم ونرمي اتهام الجزاف على فلان وفلان. فان شاء الله زي ما قلت لك كنا نتمنى اكيد وصح، لكن اكيد ان الدوري محتاج تكاليف كبيرة. موضوع الرعاية والرعاية ما قد سمعنا جندي لحد الآن أي رعاية. لا، خبر أعلن في موقع الاتحاد إنه في رعاية للدوري وكيف شركة اسمها قنوات فضائية. أيوة قنوات فضائية تتنافس عليهم. والله أنا ليس عندي علم بهذا الموضوع، أنتم الإعلاميين متابعين أكثر. لا، ادخل موقع الاتحاد ستجد الخبر يعني.